ركلة البداية. أحبتي الكرام في كل مكان، هذه تحياتي لكم أينما كنتم من ملعب سانتياغو برنابيو. نلتقي حيث تقام هذه المباراة في ظل حضور مميز وأجواء جميلة. وسأكون معكم كالعادة أنا محدثكم فارس عوض. كل الأمنيات بالتوفيق والاستمتاع بمشاهدة هذه المباراة. الملكي ريال مدريد في مواجهة فريق ميلان، الكل متحمس جدا لهذه المباراة، وأتمنى أن تكون على مستوى الحدث وترضي هذه الجماهير الحاضرة. يتدخل بقوة هنا لاعتراض التسديدة. اللاعب يفقد السيطرة على الكرة، وبالتالي الكرة بتتحول إلى خارج الملعب. ينجح في اعتراض الكرة العرضية. هذه هي تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم. إيدير ميليتو سيلعب بجانب ألابا في قلب الدفاع. فالفيردي سيبدا مع توني كروس في خط الوسط، وفي المقدم فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. كرة بتعدي. قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. كرة عالية تخطى المرمى. نجح في المرور والعبور هنا. شيب ممتاز هنا. أوهو، أسقط من فوق حارس المرمى من مسافة قريبة جد، لكن الله على المهارة على الفنيات. يا سلام يا سلام. أوليفيا جيرو لعب مستمر هنا بعد التصدي. هدف خيالي هنا، استغلال مثالي لخطأ حارس المرمى في التصدي. ضربة حرة مشاهدينا تمنح لفريق الميرينجي. تاكلينج ناجح هنا. الآن مع بيلينغهام، وتبعد الكرة عن منطقة الخطورة. يجب استغلال المساحة الموجودة على الجناح، لكن خلاص انتهت، كان هنالك فشل في استغلال الفرصة. مراوغة ممتازة هنا، لكن تنقطع الكرة هنا بعد دعم دفاعي ينهي الخطورة. يا لحيب الله على التمريرة، بيلعب للكرة. انقاذ جميل للتسديدة. فرصة هدف. تفاعل ميليتاو. كرة خلفية لكن الكرة كانت بعيدة. شوف هذه الكرة تحتاج لدقة، تحتاج لمهارة، تحتاج لتنفيذ وتركيز عالي جدا حتى تصل للمرمى. انطلاقة هجومية من جانب فينيسيوس، وأمال كبيرة معلقة عليه. يتألق الحارس ويتصدى. دقيقة واحدة فقط من عمر الوقت بدل الضائع في مباراة اليوم. كان سهل الاعتراض هنا. شوط أول. انطلاقة شوط المباراة الثاني. ريال مدريد في مأزق هنا، وبحاجة إلى تقديم كل ما لديه لتغيير النتيجة ومحاولة العودة من بعيد. انطلاقة ممتازة يتقدم فيها. حلو التدخل على الكرة. ممتاز هذا المرور. أوهو، مستحيل هذا الإنهاء. الله على الروعة. كرة تم إسقاطها في المرمى على طريقة الكبار. نتابع الهدف من بدايته، بداية من المرور من المدافع، ثم نروح للإنهاء الرائع للكرة. شوف اللمسة اللي خدع فيها حارس المرمى، حطها من فوقه بشكل مهاري. الكرة مع ميلان. كرة
تفقد بواسطة أوليفييه جيرو. دانيال كارفخال. تقدم ممتاز باتجاه المرمى. فينيسيوس وفيها خطورة. استعرض فيها في اللقطة الماضية فرصة راحت كانت خطيرة، لكن شوف كيف تعامل، شوف كيف ضاعت على الفريق، كانت متاحة لكن ضيعها بحركة استعراضية في اللعبة الماضية. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة، الكرة في المرمى، هدف جديد يوسع الفارق لأربعة أهداف. الكرة بتروح من جانب ميلان. الآن مع فالفيردي. ركلية لمصلحة المرينجي. تشتيت الكرة بعيدا عن المنطقة. كانت محاولة لعب الكرة على الطاير لكن لم تشكل أي تهديد على المرمى. هذه الكرات تحتاج إلى لاعبين بمهارات خاصة وفنيات عالية. ريال مدريد يفقد الكرة هنا، وهنا المرور الناجح في هذه اللقطة. فرصة بتضيع والكرة بتعدي، والتغيير الآن في فريق ميلان. المباراة تدخل في دقائقها العشر الأخيرة. كرة خارج المرمى. الكرة بتروح من ريال مدريد. ينطلق بكل قوة في مناطق الخطورة. كرة في نفس المكان اللي فيه الحارس. يفتك الكرة في هذا المكان والضغط يتواصل. تسديدة لكن كانت في المتناول. حكمة المباراة تعلن عن دقيقتين كوقت بدل ضايع. هذه فرصة هدف من فوق الحارس. مشاها، عداها. يا مجنون يا لعيب يا مجنون.